هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الحمد لله رب العالمين. طبعا التاهوا الكانج مع يعني بصعوبة مع فريق قوي زي الوداد المغربي، فريق بطل أفريقيا، بس كانت طبعا مباراة صعبة على الجانبين، والحمد لله الأهلي وفقوا ربنا سبحانه وتعالى ان هو جاب الهدف اللي أهله ان هو ياخد البطولة الـ11. الحمد لله. ولكن أحب أقول حاجة، ان الشعب المغربي شعب أصيل وكريم وشعب طيب وشعب محترم بيحترم الضيوف بتوعه. انا قاعد هنا اهو بشجع على يميني مغربي وعلى شمالي مغربي، ما حدش كلمني كلمه، وبشجع بكل حريه وما فيش اي حاجه. فدي مش جديده على الاخوه المغاربه اللي هم معروفين دايما بالكرم وبطيبه القلب، وطبعا اكيد 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 الاخوه والعروبه. فبشكرهم مره ثانيه وبقول لهم هارد لك ومبروك للنادي الاهلي الـ11. الحمد لله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.